في هذا الفيديو نلاحظ أن هذا ذكر الغنم أو المعروف بالتيس يحاول أن يلاعب الكلب، ولكن الموضوع يتحول إلى معاشرة جنسية مما استفز الكلب، وكان الكلب يعتبر أن هذا التيس فقط يلاعبه، إلا أنه كانت لديه نوايا جنسية. ويذكر أن ممارسة الجنس بين أنواع مختلفة من الحيوانات متوفر وشائع جدا، سواء كان بين الحيوانات الأليفة أو الحيوانات المفترسة.